مزيد ينضم إلينا من الكويت الدكتور عبد الناصر علاء المعالج النفسي. دكتور يسعد صباحك، أهلا بك معنا في صباح العربية. هل بالفعل يعتبر حرق الأفلام من قبل البعض حالة نفسية؟ صباح النور، أهلا وسهلا بكم وأهلا بالسادة المشاهدين في كل وطن عربي. المسألة مش حالة نفسية أكتر من أنها سلوك بيقوم بيه كتير من الناس ومتعرف عليه، سواء كانوا جروب أصدقاء سواء كنا أهل في البيت. إحنا سلوك إن إحنا نحرق لبعض الأفلام أو إن إحنا نبقى قاعدين بنتكلم مع بعض عن فيلم بعدين واحد يبدأ يحكي لنا القصة بتاعت الفيلم، ما هو إلا سلوك في نوع من أنواع التطفل أو في نوع من أنواع حب إظهار المعرفة، ولكن لا يمكن اعتبارها أو تصنيفها بأنها حالة نفسية. هي ممكن تبقى سامة من سمات شخصية الشخص نفسه اللي بيقوم بحرق الفيلم. يعني حالة كتير طبيعية من الأشخاص بيستمتعوا حالة طبيعية دكتور، بس تحرق دمنا يعني. طبعا هو سلوك أكيد بيزعج جدا الأشخاص اللي حوالين الشخص اللي بيحرق الفيلم، بيفسد علينا متعة ان احنا نعرف الشيء اللي احنا متوقعينه. لا، صاحبنا بقى اللي هو يعرف كل حاجة هو بيفسد علينا المتعة دي. وفي الأغلب في الشخص ده نفسه عنده بعض الصفات في شخصيته كده اللي دايما وأبدا هو بيعتقد ان الصفات دي صفات محببة جدا، من بينها ان هو معتقد ان كل مكان هو عارف الشيء فالناس هتديله تقدير اكتر وهتديله وهتسقف له اكتر. طب دكتور عبد لكن الناصر، في الاصل هو بيغط. هل هي نعم. بالاصل ان هو شخص مثلا يشعر بالتوتر الشديد من الداخل لدرجه انه لا يستطيع اخفاء نهايه اي فيلم اي مسلسل ويريد ان ينطق به؟ حتى وانت توقفه يا دكتور بيتوتر انك وقفته. هو ان التوتر مش توتر بمعنى القلق، ولكنه هو مش قادر يصبر على انه ما يقولش المعلومه، عنده اندفاع في الكلام، عنده تهور في ان هو يبدا يسبق الاحداث بسرعه. الشخص ده دايما سريع، هو شخص سريع اكتر منه متوتر، هو شخص عجول اكتر منه قلق. يقوم بها عن قصد ولا عن غير قصد؟ قصد. لا، بيقوم بيها في الأغلب عن قصد لفت الانتباه أو في محاولة منه إلى أن هو يفسد جو القعدة. يعني في ناس بتحب أن هي يعني تغيظ الناس اللي حواليها، فكشكل من أشكال الدعابة. هو معتقد أنه دمه خفيف ودمه لطيف، لكن هو في الأغلب هو مش كده خالص، هو العكس. بالنسبة للناس اللي حواليه، مادام ذكرت الموضوع، سألنا الجمهور ما هو رد فعلك إذا قام أحد بحرق أحداث فيلم أو مسلسل تشاهده؟ نتابع ونعود إليك دكتور. والله أكيد حعصب وتنرفز، يعني ما أقدر أكمل أشوف الفيلم ولا المسلسل. يحرق عليك أو يعدم عليك كل الشيء اللي أنت تتابعه، فهمت؟ فيا أخي أنت تنقل كذا، ودك تقوم تصفقه. بيكون هو ماشي حلقتين ثلاث قدامي، بيجي بحكي الأحداث وبنتطاوش أنا وياه. على حسب الأحداث، يعني إذا أحداثه جميلة وكويسة فيها أكشن هكمل أتابعه، بس إذا أحداثه عادية أسكب عليه. أحس إنه عادي، لأني أنا أصلاً يعني أحب إني إذا شفت فيلم أكون عارفة وش الأحداث وش الأشياء اللي بتصير، لأني لو ما كنت عارفة أكون متضايقة طول الفيلم، بس إذا عارفة لا يعني أرتاح. صراحة ما بكمله وبزهق منه وخلص، ما بصير عندي أصلاً فضول لباقي المسلسل لأنه حرقوا لي الأحداث. والله على حسب الفيلم ولا المسلسل، بس يبقى إني بشوفه يعني. بس للأمانة يزعل الموضوع. يعني إنسان سوى الشغلة هاي معي، بحبش لا أشوف المسلسل ولا بحب أشوف الفيلم. أنا من النوع اللي ما أحب أحد يحرق علي، ويعني أحب أشوف الأحداث لين الآخر، فعادي إني أسوي مشكلة عشان ذا الشيء. أنا ما عندي مشكلة إذا نحرق عليه، أهم شيء أشوف أنا بنفسي إني أشوف هذه التجربة. عادي رح أسمع منه لأني بكون أنا عندي فضول أصلاً أعرف شو اللي جاي، فبسمع منه وبكمل الأحداث حتى أشوفها بعيني. يسكت يا رجل، خلنا نتابع يا رجل، ندخل جو يا رجل، ما مشت الأمور أقول له بكرة تعال. ولا قابله خلاص. نعود للدكتور عبد الناصر. دكتور، يعني ما هي الطريقة المثالية للتعامل مع من يحرقون الأفلام من دون ما نزعل ومن زعلهم؟ ببساطة هعمل كده، هعمل بوز للفيلم وبعدين هبص له كده اقول له خلصت، يلا نرجع نكمل تاني.
الطريقة دي هي أحد الطرق اللي بنسميها الاسطوانة المشروخة، اللي هو أنت خلصت بس ده اللي عندك، شكرا هنكمل الفيلم مرة تانية، مستحيل يرجع مرة تانية يفتح. طب كيف نعاقبهم؟ أي معلومة حوالين الفيلم أو يتكلم أو يحرق حتى نحسسهم أنه فعلا أزعجوا العالم الآخرين. العقاب أنك أنت ما تدروش اهتمام لما بيتكلم، أنك أنت ما تحسسوش أن المعلومة اللي هو بيقولها دي أنت منتظرها، بالعكس أنت المفترض أنك أنت تتعامل مع المعلومة اللي هو بيقولها لك بحيث أنك توصل له أنا مش عايز أعرفها. هنجرب نصايحك ونشوف إذا فعالة يا دكتور علاء المعالج النفسي. شكرا جزيلا، حدثنا من الكويت. شكرا. خلصتي؟ خلصت. شكرا لك.